الإسماعيل قاسو المدير بالنيابة تاع المدرسة المحمدية للمهندسين. اليوم كنستضفوا القافلة تاع الجامعة اللي هي بادرة تاع جامعة محمد الخامس اللي كتتكون من مؤسسة لمؤسسة باش تفسر أولا للطلبة تاع الجامعة ما هي الخدمات اللي كتقدمها الجامعة لهاد الطلبة، من خدمات ثقافية صحية رياضية، المنح ديالهم، التغطية الصحية، الثقافة شنو يمكن لهم يديروا، وأيضا ما يخص الابتكار وخلق المقاولات. واليوم كنستضفوا في المدرسة المحمدية للمهندسين هاد القافلة، وهذا الصباح استمعنا أولا واحد المحاضرة تاع واحد الأستاذ هضر على ما يسمى بلي سوفت سكيلز الطلبة، وثانيا دابا راه حنا كنحضروا في هاد لي ستاند نتاع هاد القافلة اللي كل ستاند فيه واحد الشريك ديالنا اللي كيتفاعل مع الطلبة وكيساعدهم، اللي بغى بحال دابا يتعلم اللغة الإنجليزية، ولا اللي بغى يخلق مقاولة، ولا اللي عنده مشكل تاع الطرية الصحية كيصلحوا له داك المشكل ديالو وكيفسروا له شنو الخدمات اللي يمكن تعطيهم له هاد القافلة. أنا حسن الدين مشطاشي قائد فريق إناكشوس إيمي. حنايا غادي نشاركوا في المسابقة العالمية ديال إناكشوس ديال ريادة الأعمال الاجتماعية اللي منظمة في بورتوريكو سان خوان. غادي نمشيو من بعد ما دوزنا المسابقة الأونيفو ناسيونال اللي تشاركنا مع كاع لي زيناكشوس ديال المدارس ديال المغرب كاملة. من بعد دابا غادي نمشيو لبورتوريكو في سان خوان وغادي نمثلوا المغرب قدام 37 دولة، وغادي ان شاء الله غادي نخدموا على اننا نجيبوا لاكوب انترناسيونال هذه المره ان شاء الله، حيت راه ديجا جبنا لا دوزيام بلاص لا تخوازيام بلاص ونيتي سيمي فيناليست. هما لي كوب ديال لي كوب اللي جبنا في كاع هاد المرات. دونك حنايا غادي نمشيو نشاركوا بجوج ديال لي بروجي. البروجي الاول هو ارغا كير. كان ارغا كير هو ان بروجي اللي كيحول داك لو تورتو ديال ارغان كيحولو صابون كوزميتيك كيقدر يستعملو اي واحد. والبروجي الثاني هو نيود، كنحولو القشور ديال القرقع كنردوه خشب. داك الخشب عنده لي ميم كاركتيرستيك ديال الخشب عادي داك دونك الام دي اف، وان شاء الله غادي نشاركوا بهاد لي دو بروجي اون كومبليمونتاريتي في بورتوريكو. حنايا دابا باقيين دي زيليف انجينيور في ليكول المحمديه، وان شاء الله غادي في السنه الثانيه والثالثه ديال المدرسه المحمديه للمهندسين. شحال ديال ليكوب حصلتوا عليهم؟ حنايا دابا مشينا مثلنا المغرب في الانترناسيونال 7 المرات في ظرف 11 عام. دونك تكلاصينا، احسن حاجه كنا درناها هي تكلاصينا الثانيين في العالم. ومن بعد كان عندنا بروجي اكسس واتر كيفلتري الماء بواحد الميكانيزم ديال الطين. دونك سيت ميكانيزم كان الى تي سامبل مي الى تي افيكاس. ايا بن غاغا تلميذة ضابطة صف ومهندسة في المدرسة المحمدية للمهندسين، والمسؤولة عن التواصل في كلوب ايمينونس، كلوب الثقافي للمدرسة المحمدية للمهندسين. اليوم لينا الشرف نستضفوا لا كارافان دو ام 5، مرحبا بهم، مرحبا لي زيليف بروميير اني. اليوم عندنا بزاف كنقدموا البريزونطاسيون ديال بزاف ديال لي كلوب ديال ليكول، لو كلوب إناكشوس إيمي، لو كلوب فوروم، كلوب إيمينونس، كلوب إيمي سبور، إيمي آر، إيمي خير، إيمي كاترونيك، إيمي إينوف. ضياء الدين قصيري، طالب مهندس مدرسة محمدية للمهندسين. أنا من الكلوب إيمينوف، لو كلوب أوتوموبيل ديال المدرسة المحمدية للمهندسين. هاد الكلوب كان التأسيس ديالو في سنة 2009، قام أول مشاركة ديالو في لا كومبيتيسيون إيكوشيل ماراطون، واحد المسابقة عالمية كتقام كل عام من طرف لوغانيزاسيون شيل، لوغانيزاسيون بيتروليير شيل. المهم كانت أول بارتيسيباسيون ديالو في سنة 2011، كان فيها ريكور أرابو أفريكان، ومن بعد كانوا دي ريكور أون 2013 2014 2015 حتى 2016. مهم بوغ هاد العام هاد لا سيزون كان باغي نشاركو بواحد دو بروتوتيب، واحد بروتوتيب الكتريك واحد بروتوتيب تيرميك.
دونك لو بوت ديال هاد لا كومبيتيسيون هي تصاوب واحد لو بروتوتيب اللي يقدر يضرب لك اطول مسافه في يترو ديال كاربيون اليز كاربيون. دونك هاد العام صاوبنا واحد بروتوتيب اللي غيضرب لينا تقريبا مسافات 1500 كيلومتر باغ ليتر. دونك المسابقه غتقام هاد العام في فرنسا في لو 20 مي. المهم نشاركوا فيها باش نمثلوا المغرب واليمي والجميع ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.